بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين أجل الله تعالى فرجه الشريف عفوا هل بدأتم تسجيل؟ آه لا بسم الله i send request لا no. no. request to be recorded granted by host نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني من نور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين الحمد لله نحن موفقون لان نواصل بحثنا حول بدايه الحكمه واصبح الساعه للدرس ان شاء الله ساعه ثلاثه مع اسران محلي في انجلترا حسب راي اكثر الاخوه الاخوات كما تتذكرون في الجلسه الماضيه تكلمنا حول العله السوريه بل الماديه بعد الانتهاء من العله الفاعليه والعله الغائيه بدانا بالعله السوريه والعله الماديه وقلنا العله السوريه شريكة العلة الفاعلية يعني في الواقع كثير من الامور تحدث بسبب الصورة الجوهرية التي تعطيها الفاعل للمادة وصلنا الى هنا وقد حصر قوم من الطبيعيين العلة في المادة يعني لا يؤمنون باي نوع اخر من العله فقط الماده يعني عله الماده والاصول المتقدمه ترده ولكن الاصول التي درسنا وذكرنا سابقا ترد هذه المساله لماذا؟ لان الماده قلنا حيثيتها مجرد القبول القبول لا يكفي لأي تعثير نحن بحاجة إلى شيء مؤثر والأصول المقدمة متقدمة ترده يعني ترد هذا الحصر فإن المادة سواء كانت الأولى يعني الحيولة التي لا فعلية لها إلا أنه لا فعلية لها أو الثانية المادة الثانية يعني المادة الأولى مع شيء من الصور تصبح مادة للصور القادمة اللاحقة المادة على حال حيثيتها القوة ولازمها يعني لازم القوة الفقدان الشيء الذي لا يوجد يمكن أن يكون له قوة يعني قوة للشيء الذي لحد الآن لم يحدث ولكن إذا يحدث تبطل القوة يصبح فعلية لازمها الفقدان ومن الضروري أنه لا يكفي لإعطاء فعلية النوع وإيجادها فقدان التي الذي يكون لازم القوة الموجودة في المادة فقدان لا يكفي لإعطاء فعلية النوع وإيجادها فقدان لا يوجد فلا يبقى للفعليه الا ان توجد من غير عله. لو كان عندنا فقط الماده، وماده هي القوه، والقوه بحاجه الى الفقدان، لازمها الفقدان. خب. لو كان الماده تكفي يعني اصلا من دون اي مؤثر، من دون اي موجد يمكن ان يحدث امر. هو محال. وايضا قد تقدم أن الشيء ما لم يجب لم يوجد تتذكرون هذه القاعدة الشيء ما لم يجب يعني قلنا كل ممكن بالذات يجب أن يكون ضروريا أو واجبا بالغير حتى يحدث الماهية أمكنت فاحتاجت فأوجبت فوجبت فأوجدت فوجدت تكلمنا حول هذه القاعدة كثيرا خب الشيء ما لم يجب لم يوجد قلنا الأولوية لا تكفي يجب أن تكون ضروريا بالغير الوجوب الذي هو الضرورة واللزوم لا مجال لاستناده إلى المادة هذا الوجوب بالغير يجب أن يأتي من العلة التامة لا يمكن يأتي من المادة لماذا لا يمكن يأتي من المادة؟ لأن المادة حيثيتها القبول والإمكان المادة لا تؤثر فبراء المادة أمر يوجب الشيء ويوجده وَلَوْ انتفت رابطة التلازم التي أنما تتحقق بين العلة والمعلول أو بين معلولي علة ثالثة وارتفعت من بين الأشياء بطل الحكم باستتباع أي شيء لأي شيء يعني لو أنكر شخص التلازم هنا ويقول يمكن أن يحدث معلول من دون علا خب بطل الحكم باستتباع أي شيء لأي شيء يعني لا يمكن أن يقول أحد ويلتزم أحد إذا أنكرنا التلازم بين الإلة لا يمكن أن نلتزم به في أي مكان لا يمكن نقول هذا شيء يستطبع ذاك الشيء يعني يكون بينهما ضرورة والتلازم. ولم يجوز الاستناد إلى حكم ثابت. ما لا توجد ضرورة فلا يمكن حكم ثابت يعني ممكن يحدث ممكن لا يحدث ممكن بالصدفة يحدث إذا حدث وكذا. وهو خلاف الضرورة العقلية. الضرورة العقلية يقول الشيء الممكن بالذات يحتاج إلى شيء يأتي ويؤتيه الضرورة بالغير من الخارج ونحن بحاجة إلى الضرورة بالغير نحن بحاجة للعلة التي ترجح جانب العدم بإعطاء الضرورة بالغير وللمادة معان أخر غير ما تقدم بالإضافة إلى المادة عند الفلاسفة التي هيسيتها هيسيت القبول ربما تستخدم المادة في علوم فنون مختلفة بمعاني أخرى الان ليس يهمنا خب هذا بالنسبه الى العله الماديه والعله السوريه الفصل الحادي عشر في العلة الجسمانية طبعا العلة الجسمانية ليست جزءا أو نوعا خامسا للعلة العلة إما فاعلية أو غائية أو علة سورية أو علة مادية لا يمكن ان يكون له شق خامس ولكن الان نريد ان ندرس العله الجسمانيه التي ضمن بعض تلك الاربعه ونوزع ان شاء الله هذه في الواقع تحت السوره العله السوريه. العلل الجسمانية متناهية أثرا. العلل الجسمانية متناهية أثرا. لا يمكن عدم التناهي أن لا يتناهى في عالم الأجسام. في عالم الأجسام هناك نهاية، هناك حد لأي شيء. من حيث العدة والمدة والشدة من جانب العدد من جانب الزمن من جانب القوة والشدة كلها متناهية لماذا؟ قالوا لأن الأنواع الجسمانية متحركة بالحركة الجوهرية فالتباع والقوى التي لها منحلة منقسمة إلى حدود وأبعاد كل منها محفوف بالعدمين محدود ذاتا وأثرا أهدوا الأدلة هكذا يقولون الأنواع الجسمانية حسب رأي حسب الرأي المعروف لملا صدره فيها حركة جوهرية في ذات. قبل مولا صدر ما كانوا يؤمنون بالحركة الجوهرية كانوا يقولون الحركة إما في متى أو كم أو كيف أو أفن الحركة إما في كم أو كيف أو عين أو على الأكثر وضع ابن سينا أضاف الحركة في الوضع أيضا ولكن كانوا ينكرون الحركة في الجوهر إن شاء الله ندرس في المستقبل حسب ملا صدره هناك حركة في الجوهر وكل هذه الأنواع الجسمانية سواء تغير في المكان أو كم أو كيف يتغير في الجوهر أصلا لا يمكن حركة في أي شيء من دون الحركة في الجوهر إن شاء الله ندرس في المستقبل خب فهذه التباعد والقوى التي لها يعني للأنواع الجسمانية لأنها في الحركة منقسمة على حركة توجد فيها حركات صغيرة أو قطعات زمنية بالقوة ليس بالفعل لأنه إذا كان حركة مجرد آنات ما كان يحدث استمرار منحلة منقسمة إلى حدود وأبعاد بعض كل منقسمة ليس بالفعل كل منها محفوف بالعدم كل قسم نفترض محدود بالعدم يعني عدم في السابق عدم المضى وعدم لم يأت بعده محدود ذاتا وأثرا لأجل ذلك متناهية من حيث العدة والمدة والشدة وأيضاً العلل الجسمانية لا تفعل إلا مع وضع خاص بينها وبين المادة الجسم لا يمكن أن يكون هنا ومثلاً يؤثر لا شيئاً في مكان آخر في العالم بعيد جداً أو في جهة مختلفة مثلاً لا يحتاج إلى مواجهة وحالة خاصة من القرب والبعد من الاتجاه وغير ذلك العلل الجسمانيه لا تفعل يعني لا تؤثر الا مع وضع خاص بينها وبين الماده قالوا لانها لم احتاجت في وجودها الى الماده احتاجت في ايجادها اليها الآلة الجسمانية في وجودها محتاجة للمادة وفي تأثيرها وإيجادها إذاً محتاجة للمادة مثل ما يكون في الإنسان لماذا أنا لا أستطيع أن أرى ما يكون خلف رأسي أو ما يكون بعيد جدا لأن نفسي تستخدم الجسد الجسد جسم والجسم له جهة خاصة إذا يكون شيء خلفي لا أستطيع أن أراه ليس لأن النفس لها خلف وقدام، لا للنفس ليست جهة لكن النفس الآن تعتمد على استخدام الجسد، والجسد فيه حالات خاصة، ما يكون مقابل الجسد، ما يكون خلف الجسد، ما يكون قريب من الجسد، ما يكون بعيد من الجسد، كلها يختلف. لأنها لما احتاجت في وجودها إلى المادة. احتاجت فی ایجادها الیها فی ایجاد ازن یحتاج الماده و الحاجت و الیها فی الیجاد ما هي الحاجه إلي الماده فی الیجاد به ان یحصل لها به سببها وضع خاص مع المعلول یجب ان کنه که وضع خاص مثلا قریب جدا او یجب ان يكون ملتسقا هكذا ولذلك كان للقرب والبعد والأوضاع الخاصة دخل في تأثير العلل الجسمانية خب. الحمد لله انتهينا من هذا الفصل ومن هذه المرحلة والحاصل أن الإلية من المباحث المهمة في الفلسفة وكل شيء في هذا العالم إما معلول وليس بعلة أو معلول وعلة أو علة وليس بمعلول واجب الوجود بالذات علة وليس بمعلول علة العلة المادة الأولى معلول وليس بعلة وفي بينهما كل شيء معلول لما فوقه وعلة لما تحته إذا هناك أشياء تحته والإلة إما إلة فاعلية تكلمنا حول الإلة الفاعلية أو إلة غائية تكلمنا أو إلة سورية أو إلة مادية خب الآن ننتقل إلى المرحلة الثامنة في انقسام الموجود إلى الواحد والكثير بعض الفصول في هذه المرحلة صعبة ما ليس بالضرورية لكم ولكن قدر المستطاع نحن نحاول أن ندرس اه أي فصل موجود ولكن نشوف إذا بعض الفصول اه تصبح مشكلة ربما نتركها وفيها عشرة فصول في هذه المرحلة هناك عشرة فصول خب أولا نبدأ بمعنى ال... تبيين معنى الواحد تبيين معنى الكثير ما معنى الواحد ما معنى الكثير علامة ما رحمه الله يقول الحق أن مفهومي الوحدة والكثرة من المفاهيم العامة التي تنتقش في النفس انتقاشا أوليا مثل مثلا مفهوم الوجود مفهوم الإمكان من المفاهيم العامة مفاهيم ال... التي تأتي في ذهن كل شخص وتنتقش في النفس قبل سائر الأمور سائر النقوش فلعد ذلك لا يمكن تعريفه لأنه من أوضح الأمور من أبسط الأمور للنفس إذا نريد أن نجزئه بشيئين ونأتي بهما في تعريف هذا مفهوم مثل مفهوم الوحدة أو الكثرة يصبح دوريا يقول ولذا كان تعريفهما يعني تعريف الوحدة والكثرة بأن الواحد ما لا ينقسم من حيث إنه لا ينقسم الواحد ما لا ينقسم من حيث إنه لا ينقسم لأنه ربما في بعض ال وحدات يمكن اعتبار جهة كثرة واحد من جهة وكثير من جهة أخرى الآن كلامنا هو جهة الوحدة من منظار الوحدة من حيثية الوحدة لا يمكن التقسيم الواحد ما لا ينقسم من حيث إنه لا ينقسم الكثير ما ينقسم من حيث إنه ينقسم في الكثير نتجت جانبا انقسام فربما شيء واحد يكون واحد من جهة وكثير من جهة أخرى ربما ولكن مثلا الله سبحانه وتعالى واحد من جميع الجهات ولذا هو أحد إذا ولذا كان تعريفهما بأن الواحد ما لا ينقسم من أنه حيث أنه لا ينقسم الكثير ما ينقسم من حيث انه ينقسم يصبح تعريفا لفظيا ليس تعريفا حقيقيا ولو كان تعريفين حقيقيين لم يخلوا من فساد هذين التعريف هذان التعريفان ليس ليس خاليين من الفساد لماذا لا توقف تصور مفهوم الواحد على تصور مفهوم ما ينقسم وهو مفهوم الكثير، وتوقف تصور مفهوم الكثير إلى تصور مفهوم المنقسم الذي هو عينه، يعني أنتم في التعريف الآن أتيتم بأشياء دورية، تقولون الواحد ما لا ينقسم، خب يعني جيتم بتعريف الكثرة في زمن الواحد، وفي تعريف الكثير إذا تأتون بالكثير، يقولون الكثير ما ينقسم من حيث أنه ينقسم. أخذ الشيء في تعريفه يكون مستديرا فليس بتعريف حقيقي نعم تعريف لفظي شرح لفظي لا بس لو كان تعريفين حقيقيين يعني لم يخلوا من فساد لتوقف تصور مفهوم الواحد على تصور مفهوم ما ينقسم لأنكم قلتم الواحد ما لا ينقسم فأولا يجب أن نعرف ما ينقسم بعد ذلك نقول الواحد لا ينقسم. خب ما ينقسم هو مفهوم الكثير. وتوقف تصور مفهوم الكثير، الا تصور مفهوم المنقسم الذي هو اينه. فيكون لازم ان يكون اين الشيء متوقفا بل بالجمله الوحدة هي حيثية عدم الانقسام والكثرة حيثية انقسام خب فخلاصة هذا القسم هو أن وحدة والكثرة مفهومان واضحان لا يمكن تحديدهما حقيقة نعم يمكن أن نبدأ الفاظ نبدأ بترتيب الألفاظ وندخل مثلا مفهوما يتوقف على نفس هذا المفهوم في تعريفه لا بس لأنه ليس تعريف حقيقي تنبيه هن. هذا التنبيه يحتاج إلى البحث أنا أقوله من خارج وإن شاء الله ندرس في الجلسة القادمة ربما مرة ذكرت على الأقل هناك تساوي وهناك تساوق في النسب الأربعة التساوي عموم الخصوص مطلق أمم الخصوص من وجه وتباين تتذكرون النسب الأربعة يعني إذا قايسنا مفهومين أحدهما مع الآخر إما يكونان متساويين يعني كل ما يدخل في تحت هذا المفهوم يدخل في تحت ذاك المفهوم هذا التساوي أو يكون تباين يعني لا يوجد مصداق مشترك أو أموم خصوص مطلق يعني أحدهما أخص من الآخر والآخر أعم كل ما يوجد في ألف يوجد في باء ولكن ليس بالضرورة بالعكس. هذا عموم خصوص مطلق عموم خصوص من بعد يعني بعض الاشياء مشتركه وبعض الاشياء مختص يعني مثلا اذا نقول الف والباء بينهما عموم خصوص من بعد يعني كما نقول بالانجليزيه overlap يعني هناك قطعة منطقة من ألف وباء مشتركة وقطعة خاصة بألف وقطعة خاصة بباء خب هذا هو التساوي تساوي من النسب الأربعة بمعنى اتحاد المصادق عندنا بالإضافة إلى التساوي تساوق تساوق أهم من التساوي أو أعمق من التساوي إذا هناك شيئان بينهما تساوي يعني المصادق متحدة وجهة الصدق أيضا مشتركة يعني بنفس الملاحظة التي نطبق هذا المفهوم نستطيع أن نطبق المفهوم الآخر مثل مثلا مفهوم الوجود ومفهوم الواحد أو مفهوم بالفعل بينهما تساوي وتساوق الوحدة تساوق الوجود مصداقا يعني كل ما يكون واحد يكون موجودا وإذا جهة الصدق الوجود وجهة الصدق الوحدة مشتركة كما أنها تباينه مفهوما طبعا بالنسبة للمفهوم مفهوم هو يختلف مفهوم الوحدة ومفهوم الوجود يختلفان ولكن هناك تسابق فكل موجود فهو من حيث إنه موجود واحد من حيث إنه موجود واحد كما أن كل واحد فهو من حيث أنه واحد موجود فمن نفس الجهة التي أنه واحد أنه موجود أو من جهة نفس الجهة التي أنه موجود أنه واحد إن شاء الله نواصل هذا البحث في الجلسة القادمة الحمد لله رب العالمين إن شاء الله بدعائكم نحن هذه الايام في حاله النقل البيت ان شاء الله فالان في بيت شخص اخر وان شاء الله بدعائكم ربما من الاسبوع القادم نبدا بمنية المريد أيضا ان شاء الله اذا هناك سؤال حول بدايه الحكمه انا بخدمه ليس السؤال في شات اذا ليس هناك سؤال فننهي هذه الجلسه بدعاء الفرج بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. اللهم ارحم موتانا، اللهم اقض حوائجنا، اللهم يسر امورنا. اللهم بسرنا عيوبنا وزهدنا في الدنيا ورقبنا في الاخره. برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم وسلم اسالكم الدعاء في امان الله وحفظه ان شاء الله. في <applause> امان الله السلام يامال. عليكم السلام عليكم الله يحفظك